مرحلة الدراسة أستاذة ضحى للآثار المصرية يعني، والشغف بالآثار في حد ذاته، هل مازال مستمر دلوقتي في وسط المشاغل الخاصة بحضرتك؟ هو طبعا عشقي للآثار المصرية مش ممكن ينقطع أبدا، وشغفي بيها مش ممكن ينقطع، لكن أكيد مش مركزة معاها زي ما كنت مركزة يعني فترة الدراسة طبعا، وما بعدها فترة ما كنت بشتغل. لكن فكرت أكتب رواية فرعونية، وأنا اكتشفت عندي مشكلة مع الموضوع، يعني في حاجة في كتابة الروايات اللي فيها كتابة عن الحضارة المصرية القديمة. طبعا أنا ما اطلعتش على كل من كتبه عشان ما بقاش مجحفة يعني، بس الحاجات اللي أنا قريتها هي ناقصة حياة يعني، وكأنه حصل انقطاع ما بيننا وما بين تاريخنا الحقيقي، تاريخنا الكبير اللي هو التاريخ الفرعوني. فلما بنيجي نكتب عنه بيبقى ناقص الإحساس بالحياة يعني. ممكن نكتب عن فترات، عن المماليك، عن حتى الفاطميين، بحالة من فيها حياة، السرد فيه حياة، وقريب مرحلة قريبة كأنه قريب، مع أنه ده من 1000 سنة مثلا. لكن لما الناس بتيجي تكتب، وأرجع أقول أنا ما طلعتش على الكتابات كلها طبعا، بس اللي شفته بحس أن في حاجة ناقصها كده، ناقصة حياة عايز أعملها لحد دلوقتي، مش عارفة برضو، مش عارفة أوصل بالكتابة يعني، أعمل رواية أبطلها من الحقبة الفرعونية وتكون ممتلئة بالحياة، وتحسسك أن أنت عايش في هذا الزمن. لسه في حاجة مش يعني مش واصله لي قوي. بشتغل على رواية من النوع ده دلوقتي، بس لسه مش قادرة أرضى عنها يعني. على ذكر الآثار المصرية القديمة والسياحة بشكل عام، رأي حضرتك في الكلبة اللي عملته، اللي بتطلع الهرم، أعلى الهرم، وبتنزل بمنتهى الأريحية، وأصبحت تتصدر مواقع يعني في عالمية وأخبار عالمية؟ يعني أعتقد ده كان بيحصل طول الوقت يعني، اصله الحيوان عامة لو بيحب مكان بيألفه، فهو في الكلاب بتعمل كده طول الوقت في حتت كتير يعني. لكن يمكن هي ترندي، ده ترند، هي ترندي انها بتطلع وحد صورها وبتروح كل يوم، فيعني لطيف يعني. وقالوا انه هي فيها شيء من روح انوبيس يعني، اخليه هنا يعني. ده هيبقى هيعمل عملت رواج، عملت رواج جميل جدا يعني. انا شايفه انه في ألفة عامة بين الحيوان والمكان. أكيد أكيد. أستاذة ضحى، الإنسان في اللحظة الراهنة في أي مكان في العالم بيتابع كل المآسي وكل الحروب، لكن في نفس الوقت وكأنه في طاقة سلبية في الأرض، وكأنه ابن هذا الزمن بيعاني، ولم يتحضر أو لم تتحضر الإنسانية بعد، برغم كل ما مر عليها من حضارات وديانات سماوية وإلى آخره. وحضرتك أديبة وتكلمي عن الإنسان، شايفة وقعه إيه دلوقتي؟ هل متفقة معايا؟ بنسبة متفقة مع حضرتك بنسبة، لأنه في النهاية ما ينفعش إن البشر هيعيشوا الحياة طول الوقت وهم عندهم طاقة سلبية يعني. الشباب هو هيفضل شباب، هيبقى عنده طموح. أكيد في ناس بتتأثر مع العولمة ورسائل اللي فيها سلبية طول الوقت، بس أكيد في ناس ما بتتأثرش بده، بالعكس في ناس بتحاول إنها تطلع لقدام، وناس بتحاول تنتج، وناس بتحاول تسعد، وناس بتحاول تبتكر. فالبشرية لازم هتاخد مسارتها يعني. في حروب يعني في حروب فعلا، لكن لو رجعنا تاريخ البشرية، كان إمتى تاريخ البشرية ما كانش فيه حروب؟ كان في بشاعات في تاريخ البشرية.